اقل حاجه ممكن نديروها انا وانا هو نجيو نفرحوا مع الناس اللي خدموا معنا في الكليب. حبيباتي لا حبيبه عطوني سمياتكم كاملين ذكريني. لالا فتيحه. لالا فتيحه. لالا سعيده. حفيظه. لالا ملكه. ولا لالا حكيمه. فاحنا فرحانين بزاف اننا غنفرحوا اونصومبل بنجاح الكليب حيت حنا انا وصفاء حنا بدينا معاهم وفرحانين اليوم هما غزالين واستاهلوا هذا الشيء وتبارك الله عليهم والله يصاوب لهم. منين جات الفكره ديال انكم ضموا ليكم في الكليب لعابات واجواء مغربيه؟ كنا انا وهنا كنحضروا بعض المرات هنا في مراكش السيده عزيزه بوجريده رئيسه جمعيه نساء مراكش كانت تعرض علينا الكعبه النسائيه كيتجمعوا غير العائلات وكيجيبوا اللعابات الزوينات هادو وكنجلسوا نشطوا بيناتنا. فانا وهنا قلت هذه الموسيقى هذه خصها تعاود تغنى من عند الشباب وتعاود لها في التوزيع وكذلك ناخذوا واحد من اغاني ديال التراث اللي هي واخوكما اللي كان وجد تحيه كبيره لحسن لوكاتو. انا كنسرع على نذكر سميتو لانه حقوق التاليف ديالو. ثانيا قلنا نحطوها في قالب جديد مع مواصفات كبيره وانتاج كبير الصوره تكون مهمه. فاعطات هذا العمل اللي الحمد لله دابا ترند في المغرب وغادي اكثر من 1.5 مليون مشاهده. حققت ردود الفعل سمون تلاقيتوا الجمهور ديالكم هنايا في مراكش كانت ردود فعل؟ الحمد لله الحمد لله انا كنت متخوفه من هذه الخطوه هذه لكن والله العظيم واحد الفرحه لا توصف عنها انا كنحسوا بها لان الاغنيه لقات واحد النجاح كبير والاغلبيه يعني كاين واحد الاجماع ديال انه انا وهنا حينا شويه واحد يعني نوعا ما او لا بكل تواضع التراث المغربي لا من ناحيه اللباس المغربي اللي السروال السروال هذاك السروال ديال طرز الحسان كل شيء الحمد لله. فكان يعني واحد لو ميلونج ديال التراث المغربي لا من ناحيه اللباس لا من ناحيه الاغنيه الشعبيه لا من ناحيه كل شيء. فرحنا بزاف ردت فعل الجمهور المغربي وحتى العربي اللي واخا ما كيفهمش بزاف في هذا الشيء لكن عجبته الصوره لانه واحد اللي كيدير واحد الصوره اللي هي كتخاطب لي جون وتكون صوره اللي هي 100% بروفيسيونيل اللي كان وجه تحيه ليكيب اللي كانت صورت معنا الكليب تحت اخراج كمال ايت تبارك الله عليهم كامل تبارك الله على كل شيء. شكرا لكم بزاف. لاله حكيمه كنحكيمه عليا انا بين نقول كلمه لاله حكيمه في التصوير كنت طحت واحد الطيحه خلات صور كل شيء وزادني نسات كل شيء. لقفتها هي اللي عندي مهمه بزاف انني لقفتها دغيا باش ما طيحش ليا التعت ولكن راه زوينين والله يصاوب اليوم. شكرا لكم.